بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في مادة الإليت 105 إلكترونيكس 1 في مناهج كلية ينبع الصناعية. أقدمها لكم أخوكم أحمد بحسين. أعد هذه السلايدات المهندس بخيت الغامدي، مهندس نافع العنزي، والمهندس روبرتو سندوزا. طبعا احنا وصلنا في الموديل 3 وراح نتكلم إن شاء الله عن الأوبريشنال أمبليفايرز. الأوبريشنال أمبليفايرز، أول شيء أهدافنا في هذا الشابتر راح نتكلم على تعريف الأوبريشنال أمبليفاير، إيش هو الأوبريشنال أمبليفاير أو بما يسمى بالأوب أمب، What are the use of linear operational amplifier circuits، إيش هي الاستخدامات لهذا الأوب أمب، ونعطي give description for each، حنعطي بعض الصفات أو نقدر نشرح كل استخدام لهذا الامبليفاير. What are the two golden rules for op-amps، ايش هي القاعدتين الذهبية للop-amp. Draw the symbol for double-ended outputs operational amplifier and the single-ended outputs operational amplifier. هذه نوعين في من انواع الoperational amplifier بالنسبة للoutput. In the op-amp MC741CN، طبعا هذا اشهر انواع الامبليفايرز، ايش هو السفكس، ايش هو البريفكس اند الديزيجنيتور، حنتعرف على الرموز ايش يعني الكلام هذا. What does it mean. بعد كده how do we know if op-amp input is inverting or non-inverting، اذا كان كيف نعرف اذا كان الانبوت بيعكس السيجنال اللي داخله عليه او لا. Where is the output terminal of the op amps، كيف نتعرف على الاوتبوت، نتعرف على شكل الاوب ام. How do we power up the op amp، كيف نشغله. Describe an ideal op amp and practical op amp، نعرف الفرق بين الايديال op amp في الحالة المثالية والبراكتيكال في الحالة العملية، ايش الفروقات اللي موجودة بينهم. Know how to calculate different op-amp problems، المسائل الحسابية الخاصة بالامبليفايرز. طيب هذه اهدافنا في هذا الشابتر. راح نتكلم الان على تعريف الاوبريشنال امبليفاير. An operational amplifier op-amp is an active circuit element، هي دائرة تفاعلية. Designed to perform mathematical operation، عشان كده هم سموه operational amplifier. لما صمموها في البداية الأهداف كانت لعمل العمليات الحسابية في الانالوج كمبيوتر، زمان قبل الديجيتال وعمليات الديجيتال كانت العمليات الحسابية اللي هو addition, subtraction, multiplication, division, differentiation and integration، كل هذه العمليات تتم عن طريق الأوبريشنال أمبليفاير، وهذا سبب تسميته بهذه الخاصية. طبعا هذه أشكال للأوبريشنال أمبليفاير. طبعا هو يجي كشكل آي سي اللي احنا نتعرف عليه بهذا الشكل، سيرفيس ماونت آي سي، يعني يتم تلحيمه على سطح المذر بورد الخضراء اللي احنا عارفينها، وله أشكال كثيرة بالنسبة للأرجل، فهذه هي الأشكال الموجودة عندنا. طبعا البنز 8 بنز آي سي انتجريتد سيركت، وهذا شكلها. طبعا راح نتعرف على كل بن ايش فائدتها. زي ما احنا شايفين في الرسمة هذه عندي بن 1، كيف نحدده من النضج اللي موجودة هنا، هذا نعرف انه هذا اعلاه، ثم بعد كده من النقطة الصغيرة اللي هنا حيكون هي البين رقم 1، ثم 2 3 4، ونكمل من الأسفل 5 6 7 8. بهذا الشكل نقدر نتعرف، زي ما احنا شايفين النضج جدا مهمة، حتى إذا ما حط لي المكان المنطقة هذه نقدر نتعرف، أو إذا ما حط لي النقطة نقدر نتعرف على أعلى، ونبدأ دائما بين 1 اللي هو يكون على اليسار. طيب هذا الشكل برضو هو نفسه الاوب ام، كيف نقدر نتعرف على الارجل، دوبي شرحتها في الرسمتين هذه. وهنا عندي اشهر انواع الاوبريشنال امبليفاير 741 اللي هو يعتبر من اشهر الانواع. طبعا زي ما احنا شايفين
بين 7 وبين 4 دائما يكونوا للباور سبلاي عشان نقدر نشغل هذا الامبليفاير. وعندي بين 2 و3 تكون للانبوت سيجنال، حنتعرف عليهم بالتفصيل اكتر. هذا الانفيرتينج بيعكس الدائرة السيجنال الداخلة، وهذا النون انفيرتينج نفس السيجنال الداخلة. طبعا بالنسبة للاي سي، بالنسبة للدي سي ما بيعكس لنا شيء. عندي هنا الأوفست رقم 1 ورقم 5. أحيانا يكون الأوبريشنال أمبليفاير لما نشبكه على 7 و4 بيطلع لي أوتبوت، إحنا ما نبغى هذا الأوتبوت لأنه لسه ما دخلنا إنبوت. فعشان نقدر نوازن الأوتبوت هذا ونخليه 0، فنستخدم التو بينز هذه عشان نقدر نصفر الأوتبوت أو نعمل له بالانس، نعمل له هو اسمه من اسمه اوفست. انا ماني قادر اشرح كلمه اوفست، اللي هو لما يكون غير موزون او في يكون خطا في السيجنال. حتشوفوها في اللاب اكثر وتعرفوا ايش يعني اوفست. رقم 8 لا يستخدم، not connected. طيب use of linear op amp circuit، احنا نتكلم على استخدامات الـ Operational Amplifier. اول شيء بيستخدم كامبليفاير، يعني مضخم، making signal bigger، بيضخم للسيجنال. دخلت له 1 فولت AC ممكن يطلع اللي هي 10 فولت AC، فهذا يعني كامبليفيكيشن او تضخيم. طيب Summing Amp اللي هو يجمع، بيعمل ميكسينج في الاوديو ابليكيشن. وبعدين عندي في الانالوج ارثيماتيك اللي هو العمليات الحسابية للانالوج كمبيوتر زي ما قلنا، او الاجهزة الانالوج. انتجريتور برضو انتجريت برضو يعني زي كلمة مجمع، ترجمتها شوية صعبة بالنسبة لي. انالوج كمبيوتينج بيستخدم، وبيستخدم كاكتف فلتر ديزاين، فبيحسن لي الاوتبوت. ديفرنس امبليفاير بيجيب لي الفرق، بيعمل لي بالانس لاين ريسيفرز. اوبريشنال امبليفايرز، ذا اوبريشنال امبليفاير از ان الكترونيك يونت ذات بيهيفز لايك فولتج كنترولد فولتج سورس، بيتحكم كانه متحكم في الفولتج سورس الداخل، بيطلع لي هي الطريقه افضل، او نقدر نقول هو في الغالب ما يستخدم الكرنت الداخل، ما ابدا ما في كرنت في الداخل، وهذه احد الجولدن رولز اللي راح نشرحها بعد شويه. فهو بيتحكم بالفولتج فقط. طيب فعندنا هنا نوعين اللي هو الدبل اندد اوتبوت. هنا في الاوتبوت دبل اندد، عندي اوتبوت 1 واوتبوت 2، وهنا عندي سنجل اندد اوتبوت امبليفاير. في الاثنين موجودة فيهم الانبوت، موجودة في النوعين اللي هو النون انفيرتينج، اول واحد البوزيتيف غير لا يعكس السيجنال، وعندي الانفيرتينج يعكس السيجنال في الاثنين، ولكن الاوتبوت في نوعين منها، الدبل اوتبوت وسنجل اندد اوتبوت. طيب تو جولدن رولز، هذه اللي كنت بتكلم عنها قبل شوية، no current ever flow into either input terminal. في جميع التيرمينال سواء هذه او التيرمينال هذه النون انفيرتينج والانفيرتينج ما يدخل فيها اي كرنت نهائيا، الا في حالة البفر. البفر لو دخلت له 1 فولت بيطلع 1 فولت، ما يدخل كرنت، ولكن القيمة جدا تكون قليلة الكرنت الداخل. طبعا عشان نعرف الفرق بين البراكتيكال والايديال، فهذه لا تطبق القاعدة على حالة البفر. ونفس الشيء هنا، there is no voltage difference between the two input terminals، ما في فرق جهد بين هذه الاثنين. دائما فكرة الامبليفاير يحاول يساوي لي التيرمينال هذا اللي هو النون انفيرتينج مع التيرمينال هذا الانفيرتينج. ايش يعني هذا الكلام؟ لو انا دخلت 1 بيحاول يساوي لي هي هنا بالسالب 1 بعكسها. دائما هذا الهدف للاوبريشنال امبليفاير، وعشان كده بيستخدم في دوائر الديفرنشيشن، او بيجيب لي الفرق ونقدر نعمل بالعمليات الحسابيه بين التيرمينال انبوت اللي من هنا والتيرمينال انبوت اللي من هنا.
طيب simple and terminals الشكل والرموز، طبعا هذا الشكل اللي يترسم في الدوائر الكهربائية نتعرف عليها. عندي هنا ال inverting inputs وعندي هنا ال non inverting inputs. بعد كده الشكل دائما يكون مثلث، وبين رقم 7 لل positive power supply، بين رقم 4 لل negative power supply، وثم بعد كده عندي هنا بين رقم 6 للاوتبوت. وهذا شكل ال 741 ال سي ان، هذا هو اشهر انواع الامبليفايرز اللي ممكن نستخدمها. طبعا احنا زي ما قلنا هذا المكان نعرف اعلاه، ثم هنا نعرف بين رقم 1 2 3 4 5 6 7 8 الغير مستخدم، ورقم 1 ورقم 5 البنز هذه يستخدموا لتعديل الأوفست. في بعض الدوائر استبعدوا اللي هو البن رقم 7 والبن رقم 4 لأنه معروف إحنا اوريدي شابكينها، اللي يهمنا الانفيرتينج والنون انفيرتينج والأوتبوت، الانبوت والأوتبوت. أنا بدخل سيجنال أبغى أشوف إيش الخارج، ما يهمني كم الفولت لأن اوريدي راح أدخل الفولت في 7 وفي 4 على أساس تشتغل، من غيرهم ما راح يشتغل. في بعض الدوائر بهذا الشكل وبعض الدوائر بهذا الشكل. نفس الشيء هنا توزيعة البنز الأرقام اللي احنا قلنا عليها، ونفس الشيء هنا الـ most usual 741 package اللي هو هذا 741، وهذا من جوا كيف الـ operational amplifier مشبوك. طبعا احنا درسنا الترانزستور في السابق وقلنا هو المفتاح لكل شيء بعد كده، في الكمبيوترات، في الدوائر الكهربائية، في كل شيء الترانزستور. فراح نتعرف برضو ايش دور الترانزستور في هذه الدوائر. طيب قبل هذا احنا شفنا الرمز ال 741، قبله فيه حروف وبعده فيه احرف، فكيف نتعرف ايش يعني البريفكس، ايش يعني الديزيجنيتور، وايش يعني السفكس. طيب البريفكس الاختصارات هذه للمصنع، ايش نوع او ايش اسم المصنع اللي بيصنع لي هذا الـ operational amplifier. MC زي ما احنا شايفين اللي هي شركة ON Semiconductor اختارت الرمز MC، National Semiconductor شركة National LM، فكل شركة اختارت لها حروف مختصرة. شركة هاريز اختارت HA واختارت الرمز CA، فكده احنا نعرف ايش هو المصنع اللي بيصنع لي هذا الامبليفاير. طيب الديزيجنيتور اللي عندي هنا، طبعا الرقم هذا رقم الامبليفاير اللي هو بيحدد لي الجين والاشياء هذه اللي من الداخل، المقاومات الداخلية والاشياء هذه تيجي في الداتا شيت في المواصفات. بعد كده حرف السي نوعه اللي هو اما يكون كوميرشال للاستخدام للاستخدامات العادية في الأجهزة اللي نقدر نقول التجارية الرخيصة، في أي جهاز يتحمل درجة حرارة من 0 إلى 70 درجة مئوية. بعد كده معليش لما يكون في هذا المكان I يعني industrial اللي هو نوع amplifier صناعي، يتحمل درجة حرارة من -25 إلى 85 درجة مئوية. وحرف الام military يكون military grade، لما نقول لك هذا military grade computer مثلا، القطع اللي موجودة فيه بتكون تتحمل درجات حرارة من -55 درجة مئوية يعني بارد جدا، وإلى 125 جدا درجات حارة. عشان كده بتعيش الميليتري جريد ديفايسز بتعيش فترات جدا طويلة، وأفضل ما يصير فيها بطء، ما يصير فيها خلل في الأداء. طيب بعد كده نجي لحرف ال N اللي في الأخير اللي هو بنتكلم على نوع الباكج، هل حيكون مصنوع من البلاستيك مثلا في ال N، هل حيكون سيرفيس ماونت باكج اللي هو كيف طريقة التركيب، كيف شكله من الخارج، هل هو جي مصنوع من السيراميك،
بعد كذا عندي ال دي ام يكون مايكرو، حجمه جدا صغير، فعشان نقدر نعرفه نقدر نطلبه اونلاين. لانه لما مثلا انا اشوفه اونلاين او الداتا شيت، انا اشوف الكتالوج اشوف الرسمه، بس انا ما اقدر اعرف انه هذا مايكرو قد ايش الحجم حيكون. فهذه هي الاسماء، البريفكس ديزيجنيتور والسافكس للاوبريشنال امبليفايرز. والرموز اللي عندنا احنا عارفين كده شرحناها، هذا النون انفيرتنج، بعد كده هذا الانفيرتنج انبوت، وعندنا هنا الاوتبوت. باورنج ذا اوب ام، في انواع للكونكشن قلنا بين 7 و 4 هي اللي تشغل لي الامبليفاير. اوب ام ريكواير بوث بوزيتيف اند نيجاتيف باور سبلاي فولتج، الفي سي سي يسمى، او يرمزوا له بهذا الرمز. طبعا كيرشوف كارنت لو يطبق، لما نجي نطبقها حنشوف عندي هنا في الرسمه هذه هذا انبوت كارنت داخل، كارنت داخل، طبعا هو ما بيمشي كارنت هنا، حنشوف بعد شويه، ولكن الكارنت الداخل اي 1، كارنت الداخل اي 2، والكارنت الداخل من السورس هذا، وطبعا 4 في كارنت نيجاتيف كارنت هنا داخل، وهذا كله بيساوي الكارنت الخارج. فاي اوت تساوي اي 1 زائد اي 2 زائد اي للطرف البوزيتيف، واي للطرف النيجاتيف حتكون اشارتها برضو بالنيجاتيف. فهذا تطبيق على كيرشوف كارنت لو بالنسبة للأوبريشنال أمبليفاير، وتساعدنا في فهم الدوائر. In working problems we can often ignore the power supply، زي ما قلت قبل كده احنا في المسائل بنعمل ignore للباور سبلاي بين 7 وبين 4. هذه بعض طرق الكونكشن للباور سبلاي، اما اضيف 15 فولت بوزيتيف ونيجاتيف 15 فولت، اما اشبك النيجاتيف للجراوند واحط هنا 5 فولت مثلا حسب احتياجي في الدائره، وممكن اضيف الفولتج النيجاتيف هنا وهنا بيكون على الجراوند. فهذه بعض طرق الكونكشن للاوبريشنال امبليفايرز. طيب الكومون مود ريجكشن ريشيو، ايش الكومون مود وايش الكومون مود ريجكشن ريشيو؟ ايديلي بالطريقة المثالية الديفرنشال امبليفاير بروفايدز ا فيري هاي جين فور ديزايرد سيجنالز. ايش يعني جين؟ جين اللي هو معامل الضرب، معامل التضخيم او معامل الاداء حقه. لما ادخله في الانبوت 1 فولت ويكون عندي الجين ب 10 مال وحدة الجين، فالاوتبوت حيكون بعشرة، 1 في 10. لو من ادخل الانبوت ب2 والجين ب10 الاوتبوت حيكون ب20. فهذا معنى كلمة الجين. طبعا الجين ما اقدر اخليه جدا عالي لانه الاوبريشنال امبليفاير ما راح يتحمل. فبيقول differential amplifier provides very high gain for desired signals. Single ended or differential، بنتكلم على single ended operational amplifier، and zero gain for the common mode signals، الجين بيكون في zero. الcommon mode rejection ratio يرمزوا لها دائما CMRR، is measure of the amplifier's ability to reject common mode signals. And is the ratio of، القانون اللي بنستخدمه أو هو ال ratio، إحنا قلنا نسبة differential voltage gain، طبعا يرمزوا للجين بحرف ال A، فال differential voltage gain VD voltage differential بتساوي ال V out على ال VN، القيمة المطلقة لل V out على ال VN. Common mode gain الجين للكومون مود يساوي في اوت بالنسبه للكومون مود على الفي ان بالنسبه للكومون مود، لما يكون عندي الكومون مود اللي هو لما تكون زيرو جين، ولما يكون فيري هاي جين. فهذا لسه هذا كله احنا ما حسبنا الكومون مود ريجكشن ريشيو. الكومون مود ريجكشن ريشيو بيساوي الجين للديفرنشال فولتج على الجين للكومون مود. فهذه هي الريشيو اللي انا ابغاها، او نقدر نستخدم 20 لوج
نفس الشيء الجين للديفرنشال فولتج على الجين للكومون مود، وتطلع لي الوحدة بالدي بي، هي وحدة الجين بهذا القانون، وحدة معلش الكومون مود ريجكشن ريشيو. طيب الايديال فيرسز البراكتيكال اوبريشنال امبليفاير، المثالي ضد العملي او مقارنة بينهم. طبعا عندي انفينيت في المثالي، انفينيت فولتج جين يكون جدا كبير، فيري هاي فولتج جين في البراكتيكال مستحيل يكون انفينيت فولتج جين. انفينيت انبوت امبيدنس، هنا طبعا في الانبوت طبعا عندي تو انبوتس بينهم يكون انفينيت امبيدنس، المقاومه الداخليه تكون لا نهائيه، يعني زي كانها اوبن سويتش ما في اي توصيل هنا، ولكن في الحقيقه زي ما احنا شايفين عندي في فيري هاي انبوت امبيدنس، يعني انا اصلا ما ابغى التوصيل بين هذه النقطه وهذه النقطه، ولكن في النهايه هي موجوده. زيرو اوتبوت امبيدنس بالنسبه للاوتبوت، انا ما ابغى اصلا امبيدنس، ففي المثالي بيكون في عندي زيرو اوتبوت امبيدنس، ولكن في الحقيقه فيري لو اوتبوت امبيدنس وهي تاثر برضه. بعد كده عندي انفينيت باندويث، وهنا عندي وايد باندويث اللي هي السيجنال اللي انا بدخلها. طيب الايديال فيرسز براكتيكال برضه، الاوبن لوب جين بالنسبه لي الاوبن لوب جين، الاوبن لوب لما ما يكون في عندي فيدباك نيجاتيف فيدباك، طبعا هنتكلم عنها بعد شويه. في بالنسبه لي الجين بيكون انفينيت، وبالنسبه في البراكتيكال في الايديال طبعا بالنسبه للبراكتيكال بيكون 10 اس 5. الباندويث بيكون انفينيت برضه، والباندويث فيري هاي، احنا قلنا باندويث في البراكتيكال من 10 الى 100 هرتز. الاوتبوت امبيدنس قلنا انفينيت في الايديال، بالنسبه ل الانبوت معلش امبيدنس بيكون انفينيت، يوصل الى اقل من الواحد ميجا اوم. بعد كده عندي الاوتبوت امبيدنس يكون زيرو في حالة الايديال، دوبنا قلناها قبل شوية يكون من 10 فيري لو، من 10 الى 100 اوم. الاوتبوت فولتج طبعا هنا depends only on ال VD اللي هي البوزيتيف والنيجاتيف، السورس اللي انا مدخلها. differential mode signal، في differential mode signal راح نشرح بعد شويتين الاشياء هذه. depends slightly on average input ال VC اللي هو البوزيتيف والنيجاتيف على 2 في الكومون مود سيجنال. كومون مود ريجكشن ريشيو تقريبا يكون انفينيت، وهنا بيكون من 10 الى 100 دي بي القيمه حقت الكومون مود ريجكشن ريشيو. The common mode rejection ratio is the measure of how well it rejects an unwanted signal. قد ايش هو ممتاز في رفض السيجنال اللي انا لا ارغب فيها. هذه الترجمة طبعا انا لازم اتكلم انجليزي وعربي، لانه في الاخير هذه السلايدات بيشرحوها بالانجليزي، فانا بحاول ابسط بالعربي ولكن بشرح بالاثنين. طيب what is the output of amplifier؟ طبعا احد انواع الامبليفايرز هو بيستخدم كمضخم كامبليفاير، انا بدخل له سيجنال وبعد كده بيعكسها لو دخلت السيجنال على الانفيرتنج انبوت، فحيكون عندي هنا السيجنال لو دخلنا قيمة سيجنال مثلا قلنا واحد، هذه هي الانبوت اللي باللون الازرق الغامق، حيطلع لي هي حسب الجين حيطلع لي هي مثلا 10 ولكن معكوسة مقلوبة لأنها inverting. هذا أحد استخدامات الأمبليفاير، طبعا استخداماته مرة كثيرة، ولكن الفكرة من هذه إنه إحنا من أول جالسين نتكلم على شيء ما إحنا شايفينه أو ما إحنا قادرين نتخيله، كل السلايدات السابقة ما إحنا قادرين نتخيل طريقة العمل حقته. طيب إيش الأجزاء هذه؟ هذه دائرة حقيقية، طبعا عندي هنا الفيدباك ريزيستور، هذه اللي بتعمل لي اللوب،
فلما قلت لكم ما يكون في لوب فما يكون في هذه المقاومة اللي هنا الـ RF، وطبعا هي اللي تأثر على الجين اللي هنا. لو ما في الـ RF ولا الـ RA حيكون عندي ما في جين، فنفس اللي أدخله نفس اللي حيطلع، وهذه اسمها دائرة البفر. بينما هنا الآن في RF و RA، الجين له قانون بسيط حنتكلم عنه بعد كثير. RF على RA حيطلع لي قيمة الجين في الـ inverting، و RF على RA زائد واحد حيطلع لي في الـ non inverting قيمة الجين. طبعا هذا أنا جالس أستبق، ولكن هذه فكرة إيش هو الـ output للـ operational amplifier. طيب ايش اللي داخل الامبليفاير؟ احنا من اول جالسين نتكلم على الامبليفاير وعلى طول دخلنا في عمله، فخلينا نشوف هو كيف مصنوع وايش دور الترانزستورز في عمله. طيب هذا هو الامبليفاير، هذا اللي داخل الامبليفاير. هذه البن 7 الطرف هذا، هذا تحت البن 4، هذا البن 6 زي ما احنا شايفين الاوتبوت. وبعد كده عندي هنا بن 3 اللي هو النون انفيرتنج، هذا اللي بيأثر. وهنا عندي الاوفسيت اللي هو بن رقم 1، ما بينوا معايا هنا في هذه الانفيرتنج برضو، ولكن زي ما احنا شايفين كلها ترانزستورز، جميع الاطراف هنا ترانزستورز. فهذا تركيبة الاوبريشنال امبليفاير من الداخل، كله في الاخير احنا بنتكلم على البي جي تي ترانزستورز، وهو اللي بيعمل. هنا عندي رقم 1 وهنا رقم 5، لو دور شوية حلاقي رقم 2 البن اللي هو الانفيرتنج انبوت، اهو هذا هو الانفيرتنج انبوت. هنا اهو الانفيرتنج النون انفيرتنج، هنا البوزيتيف سبلاي، هنا النيجاتيف سبلاي، وهنا الفي اوتبوت. طيب الجزء هذا اللي استخدامه الانبوت الديفرنشال امبليفاير، الجزء هذا يسموه بوش بول امبليفاير في المنطقه هذه، والمنطقه هذه هاي جين امبليفاير. وبكده احنا وصلنا لنهايه هذه السلايدات. هذا الجزء الأول من الموديل 3، وإن شاء الله نشوفكم في الجزء الثاني من موديل 3، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.